أهلا ومرحبا بكم إلى الظهيرة من الميادين، وتتابعون في عناوينها: قيادي في المقاومة الفلسطينية يقول للميادين مفاوضات وقف النار وصلت إلى منعطف خطر، ونريد ضمانات مكتوبة لا شفهية، وأن يكون أي انسحاب إسرائيلي ضمن خرائط واضحة. والمقاومة تخوض شبكات عنيفة مع الاحتلال على محاور خان يونس. القسام تكمن لقوات من النخبة، وسرايا القدس تستهدف مقر قيادة جنوب مدينة غزة وجنودا في شمال القطاع. ومجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في رفح وخان يونس ودير البلح، استهداف متجدد لمنتظري المساعدات في الشمال، وارتفاع حصيلة الجوع وسوء التغذية في القطاع إلى 18 شهيدا. بعد الضربات الموجعة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال، غضب مستوطني الشمال ينسحب إلى الجيش مع تعالي صرخات مجنداته من خطورة صواريخ حزب الله على القواعد. ترامب يفوز ب14 ولاية من أصل 15، وبايدن يحصل على ترشيح الديمقراطيين في 15 ولاية. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع لسار كرم. أهلا بك يا لسار. شكرا لك ملحم. في أخبار الاقتصاد في الظهيرة: الجنيه المصري يفقد ثلث قيمته خلال ساعات بفعل زيادة أسعار الفائدة 6 نقاط دفعة واحدة، والمصريون يتخوفون من تفاقم أزمتهم المعيشية. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة معكم مايك شلهوب. مرحبا مايا، سنتابع في موجز الرياضة. التضامن مع فلسطين يطغى على مهرجان الشباب العالمي في سوتشي الروسية، والاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير المنشآت الرياضية. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في الظهيرة، ونبدأ من آخر تطورات العدوان المستمر على القطاع لليوم 52%. هذا ملحم فيما لا تزال المقاومة على تصديها البطولي في الميدان وفي المفاوضات، وهو ما يتبدى من خلال مواقفها في محادثات القاهرة حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار. أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية للميادين أن المفاوضات وصلت إلى منعطف خطير يهدد إمكان نجاحها والتوصل إلى اتفاق نهائي. القيادي أشار للميادين إلى أن حركة حماس باتت موقنة أن الاحتلال لن يعطي إجابات واضحة عن المسائل الرئيسة التي طلبتها، وهي وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين. وأضاف أنه بناء على ذلك فإن حماس لم تقدم أي بادرة جديدة بخصوص أعداد الأسرى، لافتا إلى أن العقبة في القضية هذه هي في الأعداد التي تطلبها حماس وترفضها إسرائيل. وأضاف المصدر أنه من الواضح أن الوسطاء حاولوا طمأنة حماس بأن مطالبها مقبولة، لكن الحركة تريد أن يكون ذلك منصوصا عليه في الاتفاق وليس مجرد ضمانات شفهية. ولفت إلى أن إسرائيل تعرض أن يكون الانسحاب شرق قطاع غزة من دون تحديد الأماكن، فيما تطالب حماس أن يكون من خلال خرائط واضحة. كذلك أفاد مصدر قيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية للميادين بأن هدف المفاوضات المستمرة في القاهرة منذ الأحد الماضي هو التوصل إلى اتفاق يحقق وقف إطلاق نار دائما وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الفلسطينيين. المصدر مايا لفت إلى أن حماس أبدت المرونة المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، لكن الاحتلال لا يستجيب لجهود الوسطاء. وأكد المصدر أن الاحتلال لم يعطي حتى اللحظة أي موقف إيجابي من وقف الحرب، ولا يريد الانسحاب من قطاع غزة، ويراوغ ويريد وضعها للتفاوض وفق خرائط.
هذا ويضع الاحتلال قضية عودة النازحين تحت التفاوض ويريد مناقشة تفاصيلها وتحقيقها بشكل تدريجي، كما أنه لا يلتزم بالمتفق عليه في الإغاثة والمساعدات وزيادة الكميات ويتملص بحجج واهية. المصدر أكد أن الاحتلال وأعوانه يضخون في الإعلام أن قضية التفاوض عالقة في بند تبادل الأسرى وأن الخلاف هو على الأعداد، وهذا غير صحيح بالمطلق. في غضون ذلك تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على محاور عديدة في القطاع، ولا سيما في غرب وجنوب شرق خان يونس بحسب ما أفاد مراسل الميادين في غزة. وقد أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة غزة. سرايا القدس أعلنت أنها استهدفت ناقلة جند لجيش الاحتلال جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وعرضت سرايا مشاهد من استحكامها المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات الاحتلال شمال قطاع غزة. في غضون ذلك أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة كل عناصر قوة خاصة من قوات النخبة في جيش الاحتلال خلال محاولتهم نصب كمين لعناصر حركة حماس شرق خان يونس. وأكد مراسل الميادين أن كتائب القسام هي التي أعدت الكمين لقوة الاحتلال، ما أدى إلى وقوع الإصابات، وهذا وقد تم إجلاء جنود القوة بالمروحية ونقلهم إلى المستشفيات. ولمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من رفح الزميل أكرم دلول. أكرم، يعني تطورات متسارعة في قطاع غزة، ضعنا في آخرها وآخر مستجداتها لو سمحت. يعني بالفعل نستطيع القول ملحم أن هناك عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت كل محافظات قطاع غزة، وهذه الغارات لم تتوقف، أدت إلى استشهاد العشرات. كانت أعنف هذه الغارات تلك التي استهدفت مجموعة من المواطنين الذين كانوا يحاولون أن يتسلموا مساعدات إنسانية بالقرب من وادي غزة القريب من محررة نتساريم. حتى الآن حقيقة هناك تضارب في المعلومات بشأن عدد الشهداء، لكن ما تم تأكيده أن هناك 7 من الشهداء على الأقل نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة إلى إصابة 14 آخرين. بعض هؤلاء المصابين هم من الأطفال الذين كانوا يعني متواجدين في المنطقة. الحديث يدور عن أن هناك ارتفاعا في أعداد الشهداء، ربما يعني هناك معطيات تشير إلى 14 شهيدا، لكن ننتظر تأكيد ذلك من قبل المصادر الطبية. لكن بشكل عام كما أشرت الغارات من الجو تواصلت،
من البر عبر المدفعية كذلك اشتدت، وطالت القذائف المدفعية حتى خيام النازحين شرق مدينة رفح كما جرى في منطقة المطار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد طفل نازح وإصابة آخرين خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى أن هناك محاولات مستميتة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة للوصول إلى المناطق التي تقع في عمق مدينة حمد السكنية. هذه المنطقة تعرضت قبل يومين إلى القصف الإسرائيلي بالأحزمة النارية، توغلت الدبابات الإسرائيلية في محيطها، وبالتالي الآن تسعى للتقدم باتجاه الأبراج السكنية التي تأوي النازحين. هناك معطيات تشير إلى أن جيش الاحتلال بدأ ينفذ حملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين بمن فيهم الخصر والنساء، ويتم نقل هؤلاء بعد التنكيل بهم وإجبار بعضهم على خلع ملابسهم إلى الداخل المحتل هناك، حيث يقيم جيش الاحتلال بعض المعسكرات الخاصة بمن يخفيهم قصرا من قطاع غزة. وهذا بالتأكيد ملحم يفتح الملف تجاه أو يفتح كل التساؤلات تجاه ملف الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال وهم بالآلاف، من بينهم ما لا يقل عن 50 سيدة وعدد من الأطفال بحسب ما تؤكد الشواهد وكذلك المراكز الحقوقية هنا في قطاع غزة. المقاومة ما زالت في المقابل تواصل التصدي لجيش الاحتلال على مختلف المحاور الغربية لمدينة خان يونس وكذلك محور الجنوب الشرقي إلى جانب محور الشرق، حيث أن العملية النوعية التي يقال أن كتائب القسام نفذتها في قوة إسرائيلية خاصة عبر أحد الكمائن وقعت في بلدة القرارة، هذه البلدة الواقعة في الشمال الشرقي من مدينة خان يونس. وحقيقة تشير المعطيات وفق روايات شهود العيان وبعض المصادر إلى أن هناك قتلى وجرحى بين أفراد هذه القوة، على اعتبار أن طائرات مروحية إسرائيلية هبطت في المنطقة وقامت بعمليات نقل لهؤلاء القتلى والجرحى. إذن يعني بشكل عام هكذا تبدو الصورة حتى الساعة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك زميلنا أكرم، كنت معنا من رفح. إلى ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المرتزقة الأوكرانيين وهو يرفع العلم الأوكراني في غزة ويؤدي ما يسمى تحية المجد لأوكرانيا النازية. وهذه التحية كانت معتمدة لقوات منظمة القوميين الأوكرانيين وجيش الثوار الأوكراني في غزة في غرب أوكرانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، فيما حاربت تلك القوات في صفوف القوات النازية ضد الجيش السوفيتي وقامت بعمليات قتل جماعي واسعة. في هذه الأثناء واصل الاحتلال مجازره في جنوب القطاع ووسطه، وقد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة، حيث قصفت مدفعية الاحتلال كذلك مخيم النصيرات ما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء. كذلك ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في رفح وخان يونس جنوب القطاع، حيث أظهرت مشاهد مصورة جثامين شهداء وهي ملقاة على الأرض في أحياء كانت قوات الاحتلال قد انسحبت منها، فيما تركز القصف المدفعي الإسرائيلي على مدينة حمد غرب خان يونس المحاصرة ومدينة رفح وبلدة المغارفة. وكانت الغارات على رفح قد أدت إلى ارتقاء مزيد من الشهداء في دير البلح، فيما كان الأطفال مجددا ضم بنك أهداف هذا العدوان. كنت نايمة وبعدين ما لقيت ولا حد شايل لي وطلعنا من تحت الردم. كذلك استشهد عدد من المواطنين بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات التي ألقتها الطائرات في شمال مدينة غزة. هذا ويتوجه آلاف المواطنين إلى شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة بعد وصول مساعدات محدودة، ومعظمهم عاد ولم يحصل على شيء.
وبالتزامن مع العدوان الوحشي واصلت قوات الاحتلال حرب التجويع بحق أهل غزة ولا سيما في الشمال، حيث استشهد اليوم الفتى أحمد سكر بسبب الجفاف وسوء التغذية من جراء انقطاع الطعام والدواء بفعل الحصار الإسرائيلي على غزة. وزارة الصحة في غزة أفادت بأن الفتى البالغ 15 عاما استشهد في مجمع الشفاء الطبي، حيث ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شهيدا. وأكدت الوزارة أن المجاعة الشمالية غزة وصلت إلى مستويات قاتلة، ولا سيما لدى الأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة. وبين حكايا مآسي غزة التي تسبب بها العدوان، قصة محمد صيام الذي يواجه صعوبة كبيرة في التنقل لتأمين احتياجات عائلته في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب إعاقة جسدية كان قد تعرض لها من جراء إصابة سابقة من قبل قوات الاحتلال. من شمال القطاع محمود العوضية والتفاصيل. يحتاج الشاب محمد صيام إلى ساعات كي يصل إلى منزله الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في منطقة القصاصيب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نتيجة للإعاقة التي أصيب بها وبتر قدميه جراء إصابة قديمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أنا محمد صيام، صابت في 1/3/2008، كان في المحرقة في عزبة عبد ربه. بعد المحرقة انتقلنا سكننا في هذه المنطقة، وقال أنها تكون آمنة نوعا ما هذه المنطقة لأنه بعيدة عن مناطق التماس ومناطق اللي فيها الحروب واللي فيها الاجتياحات. لكن للأسف الشديد تفاجأنا أنه الجيش الإسرائيلي بيدخل المنطقة وبعيد فساد في هذه المنطقة، وإحنا من يوم ما انسحب الجيش بنحاول أن نرجع لبيوتنا، نرجع لمكان اللي حسينا فيه الأمان. يعني بنحاول ان نجيب ميتنا من بعيد، بنحاول نشق طريقنا اللي انت شفتوها خلال مسيرنا، طريق صعب جدا، وعرة جدا، طريق ما بنقدرش. يعني بدي مساعدة، بدي حد يساعدني اني ازيل الردم اقل ما فيها، لكن مش ملاقي حد بسبب الظروف الحرب. فيش مجال انه الاشغال او الوزارة او البلدية انها تقوم تزيل الردم، فانا بحاول جاهدا اني اساعد نفسي، أساعد بيتي، أساعد أسرتي في أن أجيب لهم المية، أطلع أجيب لهم مستلزمات الحياة، لأنكم شايفين الوضع صعب جدا. طارت الاحتلال الصهيوني، قصفت منازل، مستشفيات، كل شيء دمرته. نوجه رسالة أنه رب العالمين، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بس. معاناة محمد هي تجسيد لواقع آلاف الشبان الذين يعانون من إعاقة جسدية بفعل الاحتلال الإسرائيلي في حروبه السابقة ضد قطاع غزة. في داخل كل منزل في شمال قطاع غزة قصة ومعاناة يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي بعد تدميره لكل شيء في شمال قطاع غزة وحرمانه الأطفال من حياة كريمة وسط عائلاتهم. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى طول كرم أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية التي اقتحمت المدينة في محيط جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مجددا عددا من المناطق حيث تصدى لها الفلسطينيون، ففي مدينة نابلس اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال تخللها تفجير عبوات ناسفة بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين قبر يوسف في المدينة. وفي جنين ألقى شبان عبوات محلية الصنع باتجاه جنود الاحتلال وآلياته بعد اقتحامه بلدتي جلبون وعرابة. ثلاث جبات يا شباب، هاي انفتح من المعبر. إلى القدس المحتلة، حيث وقعت اليوم عملية طعن أدت إلى إصابة في بيت حنانية، وقد عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق الطرق إلى مستوطنة النبي يعقوب. وقال الإعلام الإسرائيلي إن المنفذ يبلغ من العمر 14 عاما. ونبقى في القدس المحتلة مايا، حيث اقتحم عشرات المستوطنين اليوم ساحات المسجد الأقصى بحراسة عشرات العناصر من شرطة الاحتلال.
وفي سياق آخر أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنها لن تفرض قيودا على المصلين للدخول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان. ولفتت إلى أن نتنياهو أوعز بالسماح لدخول المصلين إلى الحرم القدسي بصورة مشابهة من ناحية الأرقام التي كانت في السنوات السابقة. وفي الوقت نفسه أقر مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس. وبحسب وسائل أعلام إسرائيلية فإن القرار اتخذ بعد العملية التي نفذها مقاومون عند حاجز الزعيم قرب مستوطنة معالي أدوميم. وتعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بمواصلة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قبل قليل عن تنفيذ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على موقع المطلي، وقد أصابت هدفها بدقة. وكانت قد أعلنت ليلة أمس استهداف مستوطنتي كفر بلوم وكريات تشمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية وعلى استشهاد 3 مدنيين في بلدة حولة. ومراسل ميدين قال إن الاستهداف جرى بأكثر من 50 صاروخا فيما وصفته وسائل أعلام إسرائيلية بالأثقل منذ بداية الحرب نحو إصبع الجليل، وأنه تسبب في انقطاع الكهرباء في المنطقة. المقاومة الإسلامية استهدفت أيضا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة وموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة ودبابة ميركافا على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها. كما قصفت أيضا تجمعا لجنود الاحتلال على تلة الطيحات وانتشارا للجنود خلف موقع البغدادي ودبابة ميركافا في مستعمرة انطوع في أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه، إضافة إلى استهداف قوة عسكرية إسرائيلية تتحرك في محيط موقع الراهب وقوة مؤللة في موقع بركة ريشة، ما أدى إلى إصابتها مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها. وكان رجل وزوجته وابنهما قد ارتقوا في غارة شنتها طائرات الاحتلال على أحد المنازل في بلدة حولة جنوب لبنان. إلى ذلك أفاد مراسل ميادين بإطلاق الاحتلال صواريخ أرض أرض باتجاه بلدة عيترون، فيما تسمع أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة. هذا وزفت المقاومة والمجاهد حسن حسين من حولة شهيدا على طريق القدس. هذا وشيعت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد حسين علي حميد لؤي في بنت جبيل جنوب لبنان شهيدا على طريق القدس. آت وعد الله آت الظلام لن تبقى واحد. إلى ذلك بثت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهدافها قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الوزاني.
في غضون ذلك وخوفا من تكرار ما حدث على الحدود مع غزة، ترفع الراصدات على الحدود الشمالية مع لبنان أصواتهن للتحذير من خطر صواريخ حزب الله على القواعد غير المحصنة كفاية هناك. كل التفاصيل مع الزميلة منال إسماعيل. ليس فقط مستوطنو الشمال الذين هجروا مستوطناتهم وقرر بعضهم عدم العودة إليها نهائيا، هم وحدهم من يخشى صواريخ حزب الله، حيث انضم إليهم في دائرة الخوف هذه راصدات الشمال، وهن المجندات الموكل إليهن مهمة رصد ومراقبة كل شاردة وواردة عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. وفي خطوة وصفت بالتمرد، بدأت أصوات الراصدات ومعهن أصوات أهاليهن أيضا بالارتفاع للتحذير من خطورة صواريخ حزب الله على القواعد التي توجد فيها تلك الراصدات، والتي تفتقر وفقا لهن إلى أدنى شروط الحماية والتحصين في ظل تجاهل المستوى القيادي تلك التحذيرات. احتجاج الراصدات يرتقي درجة، حيث أهالي المجندات في الشمال يخشون قرب بناتهن من الحدود واندلاع حرب هناك. الراصدات من ناحيتهن تحدثنا وحذرنا مجددا من هذا الخطر، لكن القادة يغضون الطرف. الراصدات في الشمال توجهن إلى قادتهن، لكن الأمر لم تتم معالجته، لذلك أرسلنا عبر أهاليهن رسالة وصلت إلى القادة المباشرين ومكتب رئيس الأركان، حذرنا فيها من غياب التحصين في القاعدة، وقد قالت لهن القائدة إنه إذا تسلل مخربين فإن عليهن الحضور سريعا إليها لأخذ مفاتيح الغرف وحبس أنفسهن فيها. أهالي المجندات الذين لم تصل صرختهم إلى أي مكان حتى الآن عرضوا صورا وأدلة تظهر إلى أي حد تبدو قاعدة المراقبة في عرعر خطرة وغير محصنة. هناك قوة الرضوان في الشمال، حيث يمكن أن يدخل المئات بل الآلاف منهم في أي لحظة. لن نسمح لبناتنا بالبقاء هكذا كالبط في حقل الرماية وبملابس النوم. ابنتي تعاني صعوبات في النوم، تبكي لنا كثيرا عبر الهاتف وتقول إنها تريد الخروج من هناك. القائدات أنفسهن خائفات، وعندما توجهت ابنتي إلى قائدتها قالت لها: ما الأمر؟ أنا خائفة أيضا، ولكن ما العمل؟ وفيما يعتزم أهالي الراصدات تشديد تحركاتهم، جاء رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه ستجري معالجة الأمور التي طرحت مع تشديد الإجراءات في القواعد في الشمال. منال إسماعيل، الميادين. في العراق، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي المحتلة بالطائرات المسيرة. المقاومة الإسلامية في العراق التي عرضت مشاهد لإطلاق مسيراتها أشارت في بيان لها إلى أن العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة لغزة وردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. إلى جبهة اليمن، إذ أعلنت البحرية البريطانية اليوم أن سفينة تجارية تلقت نداءات من جهة أعلنت عن نفسها أنها البحرية اليمنية أمرتها بتغيير مسارها. وفي منشور في حسابها الرسمي في منصة إكس، أكدت العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن البحرية اليمنية أمرتها بتغيير مسارها 50 ميلا بحريا جنوب غربي ساحل مدينة عدن. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كان قد أعلن أن القوات البحرية استهدفت سفينتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وأن عمليات القوات المسلحة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على غزة. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. وقد تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها ضد كافة الأهداف المعادية، وذلك استجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا العظيم وأمتنا الإسلامية في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية
لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إلى ذلك شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية سلسلة غارات مساء أمس استهدفت مدينة الحديدة. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن كان متوجها إلى استهداف السفينة الأمريكية كارني في البحر الأحمر. وأضافت سنتكوم في بيان أن قواتها أسقطت كذلك إلى جانب الصاروخ 3 مسيرات انتحارية كانت متوجهة باتجاه السفينة عندما انطلقت من مناطق سيطرة القوات المسلحة اليمنية. كما أشار البيان إلى أن القوات الأمريكية دمرت في وقت لاحق 3 صواريخ مضادة للسفن و3 زوارق مسيرة. وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يؤيد وقف إطلاق النار الفوري مدة 6 أسابيع مع إطلاق جميع الأسرى. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قالت إنها اطلعت على مشروع القرار المعدل بأن الولايات المتحدة تدعو إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار مدة 6 أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وأشارت إلى أن التعديل الثالث للنص يتناول التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، علما بأن الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي كانت قد أعلنت تأييدها وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة. وكانت المسودات السابقة قد دعت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، فيما كانت تطالب الدول الأعضاء بوقف فوري. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار هو الآن بيد حماس، وأنه سيتضح خلال 2 يوم إذا ما كانت الأمور ستصل إلى اتفاق. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، لأنه في شهر رمضان إذا وصلنا إلى ظرف حيث يستمر هذا الأمر فإن إسرائيل والقدس يمكن أن تكونا خطيرتين للغاية، لذلك نحن نحاول جاهدين من أجل وقف إطلاق النار هذا. ومن جهة أخرى اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يخوض انتخابات تمهيدية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالعمل على تدمير الديمقراطية الأمريكية. وفي بيان وزعته حملته الانتخابية قال بايدن إن ترامب مصمم على انتزاع حريات أساسية مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات. هذا وقد فاز بايدن بترشيحه على أو عن 15 ولاية من أصل 15. وكانت شبكة NBC الأمريكية قد ذكرت أن ترامب وبايدن حققا الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في ولاية كاليفورنيا. هذا وأظهرت النتائج الأولية فوز ترامب ب14 ولاية من أصل 15. وقد احتفل ترامب بانتصاراته في مهرجان في ولاية فلوريدا، حيث وصف ليلة إعلان النتائج بالمذهلة مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. شكرا جزيلا لكم. يسمونه الثلاثاء الكبير لسبب ما، إنه كذلك. ويقول لي النقاد وغيرهم إنه لم يكن هناك مثل هذا من قبل، لم يكن هناك أي شيء حاسم على الإطلاق. لقد كانت هذه ليلة مذهلة ويوما رائعا، لقد كانت فترة زمنية لا تصدق في تاريخ بلادنا. لقد كان الأمر محزنا في نواح عديدة، لكنني أعتقد أنه سيكون ملهما، لأننا سنفعل شيئا بصراحة لم يتمكن أحد من القيام به لفترة طويلة. الثلاثاء الكبير يعد أحد أهم المحطات الانتخابية التمهيدية، لا سيما لمرشحي الحزب الجمهوري، في ظل استمرار المنافسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة نيكي هيلي. فالطرفان يسعيان لضمان الحصول على أكبر نسبة من عدد مندوبي الحزب تضمن فوزهما بترشيح الحزب الجمهوري في المؤتمر السنوي العام المقرر في ملواكي بولاية ويسكونسن في تموز يوليو المقبل.
لا يمكن للمرء إبعاد شخص ما من السباق الرئاسي لأنه خصم خصوصا وأنه المرشح المتصدر. يمكن للناخبين تقرير مصير الشخص من السباق بسرعة كبيرة، لكن ينبغي ألا تقوم المحكمة بذلك. ويدخل ترامب سباق الثلاثاء الكبير معززا بحصوله على أصوات 273 مندوبا مقابل 43 لمنافسته هيلي من مجموع 2224، وهما بحاجة للوصول إلى الرقم السحري البالغ 1215، فيما الأنظار تتركز على ولايتي تكساس وكاليفورنيا اللتين تشكلان الثقل الأكبر في عدد مندوبي الجولة الحالية، والتي قد تحسم استمرار هيلي في السباق من عدمه. بايدن والكونغرس أصبحا دار رعاية للمسنين، وهم الأكثر امتيازا بين المواطنين، ويتخذون القرارات المتعلقة بأمننا القومي ومستقبل اقتصادنا. علينا أن نعرف أنهم لا يبدعون في إيجاد حلول حقيقية. ويبدو أن قرار المحكمة العليا بشأن عدم صلاحية الولايات في شطب اسم ترامب عن القوائم الانتخابية، والذي جاء عشية الثلاثاء الكبير، أضاف زخما أكبر لحملته الانتخابية وحفز الناخبين للمشاركة بقوة. أما على مستوى الحزب الديمقراطي، ورغم أن النتائج للمرشح الرئيس الحالي جو بايدن تكاد تكون محسومة، إلا أنها سجلت تراجعا واضحا في الإقبال لاستياء الناخبين من دعم بايدن اللامشروط لإسرائيل في عدوانها على غزة. يتوجه الناخب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع في ظل ظروف اقتصادية متردية ووعود انتخابية لم تنفذ، مما قد ينذر بحصول مفاجآت في الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامة المقررة في تشرين 2 نوفمبر المقبل. محمد كريم من داخل أحد مراكز الاقتراع في مدينة ألكسندريا بولاية فيرجينيا، الميادين. ينضم إلينا الآن مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. منذر، مرحبا بك. إذن هو فوز كبير بالنسبة لترامب، وهي تثبيت لهيمنة واضحة بالنسبة لبايدن، ولكن هذا لا يلغي وجود علامات مقلقة للرجلين. أسألك، ما هي هذه العلامات، وكيف علينا ترقب هذه النسخة الثانية من سباق وصف بالمجنون في نسخته الأولى؟ الهواجس متعددة. أولا، النسبة التي لم تصوت لترامب في من الحزب الجمهوري هي نسبة مقلقة. صحيح أن هيلي لم تحظى سوى ب 86 مندوب مقابل 950 مندوب حتى الآن، وهي اقترب من الرقم السحري يعني للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ولكن النسب المئوية صحيح أن هيلي نجحت في ولاية وفي مقاطعة واشنطن فقط، يعني ولاية فيرمونت كسبتها، ولكن في ولايات متعددة حصلت على نسبة مئوية من الأصوات من 20 إلى 30%، وأحيانا تجاوزت 30%، وهذا مقلق لترامب. لذلك هو يعول على أن يجذب هذه القاعدة التي انفصلت عنه والتي صوتت له في عام 2016 بشكل أساسي. بالنسبة لبايدن، يخشى أيضا من، صحيح أنه حصل لأنه لا توجد منافسة حقيقية بالفعل داخل الحزب الديمقراطي أمام بايدن، ولكن أيضا غير الملتزمين، أصوات غير الملتزمين في عدة ولايات، يعني كان الأبرز طبعا ميشيغان سابقا، ولكن حتى في مينيسوتا، في كولورادو، في ولايات أخرى تجاوزت 10,000، وفي بعض الأماكن يعني مثل مينيسوتا لو احتسبنا الأصوات التي كانت غير ملتزمة وأصوات المرشحين من عن الحزب الديمقراطي وجدنا أنه نسبة عالية جدا أيضا. إذن هذا هاجس حول أن نسبة كبيرة تعترض على نهج بايدن، كان على المستوى الدولي يعني فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، وخاصة فيما يتعلق بغزة، لأنه هذا التصويت هو تصويت في تحالف معادي للحرب والعنصرية واضح. صحيح في جوهره هو أصوات العرب والمسلمين، ولكن واضح أن يتجاوز حجمهم الانتخابي في العديد من الولايات. إذن هذا يشكل هاجس حقيقي، وسيكون هناك محاولة من قبل بايدن لجذب الأصوات التي صوتت لهيلي. نفس الوقت أيضا ترامب سيسعى لنفس العملية بمحاولة إيجاد نوع من اللحمة داخل الحزب الجمهوري، ومحاولة كون أن هيلي من المنتظر الآن أن تنسحب، طبعا أعلنت بشكل غير رسمي، ومنتظر أنه بعد ساعة من الآن تقريبا
ستعلن انسحابها الفعلي، ولكنها لن تعلن تأييد ترامب، ولكنها ستقول بأنه على ترامب أن يسعى لكي يحظى بالأصوات التي صوتت لها، وأن وبالتالي ربما لاحقا قد تعلن تأييدها له، ولكنها حتى الآن هناك خلافات لا تزال قائمة، وهي تحرص على مستقبلها السياسي بأن يكون على الأقل في الدورة القادمة تكون قد مهدت بشكل قوي لذلك. إذن كل هذه العلامات منذرة، ولو كانت الإجابة باختصار، بما تشي فيما يخص طبيعة هذا السباق في نسخته الثانية بين الرجلين؟ يعني بالتأكيد هناك امتعاض كبير، لأنه حجم الأصوات للطرفين لبايدن ويعني لترامب هو أقل مما كان سابقا، وسيكون هناك بالفعل خشية إنه هذا التكرار سيجعل كتلة واسعة ربما أكثر في الحزب الديمقراطي تتلكأ وتبتعد عن إمكانية الانخراط في الانتخابات، وسيبقى أنه صحيح أن هناك مسافة لا تزال كبيرة ويمكن أن تتعدى الكثير من الموازين، ولكن هناك من ينتظر مفاجآت لدى الحزبين، مفاجآت للحزب الديمقراطي بأنه هل يا ترى من الآن حتى المؤتمر سيكون هناك تعديلات في وضعية بايدن إن كان الصحية والذهنية تؤدي إلى أن ينظر الحزب الديمقراطي بمؤتمر في موضوع الترشيح وعدمه، وبالمقابل ترامب لا يزال يواجه بعض المشكلات القانونية التي قد تؤثر على قطاع واضح أنه ممتعد من ترامب ولا يؤيد كما كان يؤيد بقوة في السابق. أشكرك جزيل الشكر منذر سليمان مدير مكتب الميادين، كنت معنا من واشنطن. أعلنت الحكومة السودانية في بيان لها اليوم موافقتها للمرة الأولى على إيصال المساعدات الإنسانية عبر تشاد وجنوب السودان. يأتي ذلك فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم. مديرة برنامج الأغذية العالمي سندي ماكين أشارت إلى أن المعارك تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها، ووفق برنامج الأغذية العالمي فإن أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن، فيما تشير منظمة أطباء بلا حدود أن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور. منذ عملية طوفان الأقصى وتونس تشهد تظاهرات ترفع خلالها صور شخصيات من توجهات سياسية متعددة ومن دول مختلفة، وهو ما يعكس مايا وعيا بإنسانية المقاومة بعيدا من كل ما يحاول العدو زرعه من عصف على أوتار الطائفية والاختلافات الأيديولوجية. مراد الدلنسي. خلال المظاهرات الداعمة لصمود المقاومة الفلسطينية في تونس ترفع شعارات تطالب بإيقاف المجازر والجرائم الإسرائيلية، وإلى جانب هذه الشعارات ترفع صور لشخصيات مقاومة من مختلف أرجاء الوطن العربي والإسلامي. هذه الشخصيات وبرغم الاختلافات السياسية في بعض الأحيان إلا أن القاسم المشترك بينها هو أنها انتمت لمحور المقاومة وكانت في طليعة المتصدين للإمبريالية. التظاهرات التونسية المساندة لغزة لخصت من خلال الشعارات والصور المرفوعة كونية المقاومة وإنسانيتها، فحماس امتداد واستمرار لخط مقاوم سطرته وتسطره شخصيات ودول ومنظمات من مختلف الانتماءات السياسية والتوجهات الفكرية. منذ بداية الوقفة هذه في 18 أكتوبر اليوم 19 مرة كان مبدأنا الأساسي هو أن وحدة المقاومين جميعا في مختلف أنحاء العالم، من جنوب أفريقيا إلى فنزويلا إلى أوروبا بمختلف الدول أفريقيا وآسيا، الناس الكل صف واحد في مواجهة معتد واحد هو أمريكا والصهيونية. من سوريا وفلسطين ولبنان مرورا باليمن والعراق ووصولا إلى جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وباقي دول العالم، برزت شخصيات حضرت في ملحمة طوفان الأقصى بشعاراتها وأعمالها الميدانية البطولية،
فكان من بركات هذا الطوفان أن تحققت وتعززت وحدة المقاومة والساحات. هؤلاء الشهداء وهؤلاء الرموز هم من يتصدوا للمخططات الأمريكية، وعلى رأسهم هذا القائد العظيم اليمني، القائد للقوات المسلحة. هو يمثل ليس فقط اليمنيين، هو يمثل كل العرب. أرادها العدو حركة إرهابية، فأجابت وأجاب أنصارها بصوت عالٍ أنها امتداد لأجيال متلاحقة من المقاومين. بدأت أصوات بنادقهم تصدح في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب لبنان، وها هي اليوم في غزة واليمن والعراق وسوريا، يرافقها إعلام مقاوم غايته التصدي لتزييف العقول وفضح المطبعين والمتواطئين. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. والآن إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة، ومجددا إلى اليسار. شكرا لك ملحم. أهلا بكم. فقد الجنيه المصري أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار بعدما رفع البنك المركزي المصري ليلة أمس أسعار الفائدة 6 نقاط دفعة واحدة، وقفز الدولار في المصارف الحكومية والخاصة إلى أكثر من 50 جنيها خلال تعاملات اليوم لأول مرة في تاريخه، من 30 جنيها فقط في ساعات الصباح الأولى. ويواجه المصريون أزمة معيشية خانقة بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 29.8% خلال عام، وزادت ديون مصر الخارجية إلى نحو 165 مليار دولار. قررت وزارة الدفاع في تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية تستضيفه سانتياغو في نيسان إبريل المقبل. ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن الحكومة التي يرأسها اليساري جابرييل بوريتش انتقدت مرارا ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي، واستدعت سفيرها في تل أبيب احتجاجا. أصدرت الحكومة الكندية تصريحا لتصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال بقيمة تزيد على 21 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ أكبر مما سجل العام الماضي. وتقدم ائتلاف لمحامين من أصل فلسطيني مقيمين في كندا بشكوى ضد الحكومة الاتحادية لوقف صادراتها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي والقانون المحلي. وكانت محكمة هولندية قد أمرت سابقا بوقف تصدير قطع الطائرات، طائرات مقاتلة، إلى إسرائيل منعا لاستخدامها في انتهاك القانون الدولي. كشف مستشار الرئيس الإيراني للشؤون التجارية حجة الله عبد الملكي عن نية بلاده إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سوريا والعراق، وأكد أن المنطقة تتيح وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بسهولة وبسرعة، لافتا إلى أن الأطراف الثلاثة أبدت موافقتها المبدئية وهي بانتظار اجتماع ثلاثي لبت الاتفاق، فيما تستمر المفاوضات مع عشرات الدول الأخرى لإبرام اتفاق مشابه معها. حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من أن العجز في الميزانية العامة ارتفع أكثر من المتوقع وتخطى الهدف الذي حددته الحكومة عند 4.9% للعام الماضي. وأوضح لومير أن السبب الرئيس يعود إلى فقدان الإيرادات الضريبية، مبديا رغبته في خفض الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي. وقال لومير أن استعادة الحكومة سيطرتها على الأوضاع المالية تتيح خفض العجز إلى أقل من 3% في العام 2027 وليس قبل ذلك. نهاية أخبار موجز الاقتصاد، وعودة لمتابعة نشرة الأخبار. ختام الظهيرة لليوم من البرازيل التي كان رئيسها لولا دا سيلفا قد ندد بالعدوان على غزة واصفا إياه بالإبادة. الرئيس البرازيلي ملحم لم يكتفي بهذا الموقف رغم الغضب الإسرائيلي من تصريحاته، بل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وهو يرفع علم فلسطين خلال فعالية لدعم غزة، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثقافي الوطني الرابع في العاصمة برازيليا بحضور شعبي واسع.
وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.